أنا والتاريخ والصور بينا كتير حكايات. أنا كنت شاهد عيان على معظم الأوقات، وقسمت أنا والعدسة شغفي وأيامي. شفنا التاريخ مع بعض، فرعوني إسلامي، الذكريات كلها محفورة في النيجاتيف، وكأن فيلم العمر بيمر قدامي. إيهاب، أنا هقول لك إيهاب مش أستاذ إيهاب، علشان إيهاب ما بيحبش الألقاب. أهلاً يا رشا. كده أنا رشا إيهاب، كده مريح أكتر، خصوصاً إن إحنا قاعدين على الرصيف. على الرصيف. لكن ده مش أي رصيف يا إيهاب. لا، ده رصيف، ده أغلى رصيف في مصر على فكرة. أغلى رصيف في العالم. في العالم ممكن. يمكن. يمكن الشانزليزيه أغلى. لا 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 لا، ما أعتقدش الشانزليزيه مش عليه الناس اللي مشيت على الرصيف ده. مين مشي على الرصيف؟ الرصيف ده بداية من زي ما نقول مثلاً من رمسيس الثاني مثلاً لغاية السيد رئيس السيسي في نوفمبر اللي فات. ده الرصيف اللي بيودي المعبد الأقصر. ده بيودي معبد الأقصر، وبعدين لو انت بتمشي شويه 2 كيلو كده تكملي تصلي معبد الكرنك. وبعدين السياحه في الأقصر كانت محصوره في الوينتر هنا، وفندق الأقصر هو مقفول حاليا اللي هو ورا المعبد. احنا في وينتر بالاس، من اشهر لوكندات العالم. دي يعني 1907 فندق الأقصر المقفول ده 1885. فالمنطقه دي كده كانت هي السياحه في مصر. والنيل يعني المنظر خرافي. هنا والمراكب، كان المراكب توماس كوك والانجلو امريكان تحت هنا، كان المرسى بتاعهم كله هنا. كانت الأقصر كلها في المنطقه، الأقصر السياحيه كلها في المنطقه دي. مفيش مطاعم، مفيش حاجه، الزباين محدوده. هي دي لما بتفكر في الأقصر هي الحته دي. وخبراء السياحه في مصر النهارده 90% منهم اشتغلوا بطريقة أو بأخرى على الشارع الرصيف ده والامتداد بتاعه اللي خلاص. احنا حلو قوي ان احنا بنصور. ده بقى رصيف يعني رصيف يتصور ويتباع للزكاة. طيب انت فاتح هنا هوت، واحنا في الوينتر بالاس، ومحلك كبير جدا ومعروف جدا ان هو قديس وشركاء من 1907. انت الجيل الكام يا ايهاب؟ انا التالت. التالت بعد جدي عطية ووالدي عبد الله، وفي كان عمي عدلي وعمتي نرجس، وانا انا 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 اصغر واحد في ال11 حفيد. انت اصغر واحد في ال11 حفيد؟ وانا الحط في النور في الاخر. لكن انت اللي مكمل التاريخ. يعني لا، هم كلهم بيكملوا، بس انا في الموقع، لكن الكل بيساعد. الكل جدك عطية اشتهر جدا 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 بانه كان متابع ومتعلم وتلميذ، ثم بقى عظيم زي استاذه انطونيو بياتو اللي كان مصور. يعني اشتهر يعني هو من الاسباب اللي اشتهرت الاثار في اوروبا ساعتها، لانه كان مصور جيد جدا لاثار الاقصر. وكان الاستوديو بتاعه بيزد هنا في الاقصر. يعني في صور الاستوديو بياتو هنا، كان جنب المعبد برضه. كان سنة كام افتتح؟ هو اتولد 1860 وتوفى 1905، بس جه في السبعينات بتاعي يعني. في السبعينات من القرن. فكان بيزد هنا، كل الاجانب كانوا فاتحين في القاهره. الوحيد الاجنبي الوحيد اللي كان فاتح في الاقصر كان انطونيو بياتو. وكان في بعد كده هنري لاشتر اللي كان بيشتغل مع شيكاغو. مع شيكاغو. ايهاب، المحل قديس وشركاء معروف طبعا ان هو متخصص في الفوتوغرافيا، واهم ما يميزه انه عنده صور قديمه كتير جدا وكولكشن مش عند حد خالص. لكن انا شايفه ان انت كمان عندك سوفونير وحاجات زي الاثارات وحاجات من هذا القبيل. حاسس ان المحل محتاج ده عشان طبعا يكمل. المحل كبير، كان بيكبر بالتدريج يعني، فكان كل ما يحصل اكستنشن فيه زودوا ايتمز وكده. والنص الثاني ده كان ملك واحد هندي، فكان زمان فيه بضاعه كتيره تيجي من الهند برضه، البروكيد والسن الفيل، وكان يعني تحف، تحف بمعنى كلمه تحف غير الصيني بتاع اليومين دول يعني. مش ما حسيتش ان انت لو فتحت في القاهره يبقى افضل لك؟ لا، انا ابن الضواحي. ابن الضواحي. ابن المدن الصغيره يعني، انا احب يعني الاقصر فيها ناس، مجتمع مثقف، ليك اصدقاء يقدروا يماتشوا او تتكلم معاهم ثقافيا. طبعا طبعا، الاقصر كلنا احنا دايما نتبهن نقول احنا الاحفاد الفراعنه الاصليين يعني. انا بنكشك عشان ليه اصدقاء ثقافتهم اكتر مني 100 مره، انا بتعلم منهم، هم اللي علموني ازاي اقرا بعد ما اتخرجت يعني. انا بعد ما اتخرجت اكتشفت علاقتي بالكتاب في الكليه، اكتشفت علاقتي بالكتاب ممكن تنتهي، فابتديت اقرا، ابتديت اسال. ليه اصدقاء عندهم مكتبات، حاجه عندهم امهات كتب على مستوى عالي جدا. في واحد استاذ عبد الجواد حشيش، ده كان مدير الاثار الاسلاميه والقبطيه هنا، اي معلومه تاريخيه في ال 100 سنه الاخيره على الأقصر عايزاها تاخديها منه. في الأستاذ فرانسيس يعني مؤرخ، برضه في معلومات كتيرة في القرن العشرين تاخديها منهم هما الاتنين بطريقة عالية جدا جدا يعني.
انت ما صورتش خالص يا ايهاب؟ انا كنت هاوي وصورت، كنت اصور العيله واصور بورتريهات، انا غاوي بورتريهات. تحب الاشخاص بقى؟ الاشخاص بقى مش الـ مش الـ الاماكن والاثار. الاشخاص والصور على فجاه بقى، زمان ايام الكاميرات بقى قبل الديجيتال وكده يعني، اللي هو فجأة مش واخد باله. بتطلع بتطلع شطات حلوه خالص. حلوه قوي خالص. هتاخدني جوه يا ايهاب تفرجني مجموعتك النادره؟ لا مجموعه جدي مش مجموعه جدك النادره، بس انت احتفظت بيها؟ الحمد لله. كان ممكن تبيعها على فكره؟ لا ما هي ما هو في اتفاق ضمني بين كل واحد ان الحاجه دي حلاوتها ان هي تبقى كده مع بعضها في مكانها. في صحيح، عشان حرام نضيع تاريخ الراجل ده، بس مش حاجه يعني.